بالمحور الثالث، أول ما بدينا بالمحور الثالث أخذنا الأرثمتيك أوبريشنز أند لوجيكال. المحاضرات السابقة شرحنا عن شنو؟ شرحنا عن الأرثمتيك أوبريشن اللي هي عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة، وشرحنا عن شنو؟ وشرحنا عن اللوجيكال اللي هي الأند والأور والإكس أور، وأخذنا كذلك النوت. بالنسبة للأند والأور والإكس أور قلنا تطبق على معادلات من نوع باينري إيمج، يعني صورة بلاك أند وايت. ليش؟ قلنا لأنه كل لوجيك هو معناه صفر وواحد، والصورة اللي هي صفر وواحد هي فقط الصورة الباينري ايمج. ورجعنا ايش قلنا؟ قلنا بس عندي صورة، عندي اوبريشنز وحدة اللي هي النوت اوبريشنز. هاي النوت اوبريشن تطبق على صورة شنو؟ تطبق على صورة جراي سكيل ايمج، لأنه الصورة الجراي سكيل ايمج تقدر تسوي 255 ناقص هاي الصورة. زين، اليوم ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ فد اوبريشن جديده تفيدني بالصور، تعطيني معلومات عن الصوره، اسمها هيستوغرام. زين، مبدئيا انت سامع بالهيستوغرام، اكيد سامع لابد في مكان ما. الهيستوغرام شنو معناه؟ الهيستوغرام معناه هيستوغرام از ذا جرافيك ذات شو فريكوانسي اوف اني ثينج، هو ينطيني الفريكوانسي باي شيء. خلينا نجي نحكي على الصوره، نحكي تخصص الصوره. الصورة شنو يعني الهستوغرام؟ يعني تكرار اللون بالصورة، تكرار اللون بالصورة. يعني كم بكسل شايلة، كم بكسل أو كم منطقة بالصورة شايلة لون الرصاصة مثلا الفاتح. زين، حتصير الصورة كلش واضحة عندك، واللي أشرحها تقوم رأسا تفتهمه. نشوف هذا الرسم. هذا الرسم شنو يقول؟ هذه البارتن اللي هي عبارة عن جراي سكيل، لأنه بيها لون الأسود وبيها لون الأبيض وبيها لون الرصاصي، درجات الرصاصة. هاي الصورة ايش بيها؟ تيجي تاخذ لها الهيستوغرام، أول شيء ترتب، تقول بما أنه الصورة جراي سكيل فإذا الأرقام الموجودة بيها هي من الصفر لل255. أجي أشوف مثلا الصفر ايش كم مرة مكرر؟ الصفر يعني معناه الأسود، 1 2 3 4، مكرر 4 مرات. اذا عدد التكرار، يعني هو ده يقول الفريكوانسي اوف اني ثينج، فهي معناها عدد التكرار. اذا الصفر اللي هو البلاك مكرر ايش قد؟ مكرر 4 مرات. بعدها اجي على شنو؟ بعدها اجي على ال 65، مشى 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 مشى، اختار 65. هنا بده يوضح لك الفكره، يعني مو بالقصد بس فكره، قاعد يقول لك انه اني الهيستوغرام معناها اقيس من الصفر ل 255 بالنسبه لصوره جراي سكيل ايمج، فاخذ مثلا لون الرقم ال 65. زين، جيت اخذت ال 65، 65 ايش كم مره مكرر؟ 65 معناها رصاصي، مكرر مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته، اذا كم مره مكرر؟ مكرر 6 مرات. زين، اجي على ال 175، ال 175 كم مره مكرره؟ مثلا هذا اللون اللي هو 175 مره مرتين، كم مره مكرره؟ مرتين. اخير شيء اجي على ال 255، 255 كم مره مكرره؟ خل اشوف 255 يعني معناها ابيض، مره مرتين ثلاثه اربعه، اذا مكرره 255 4 مرات. هذا الشرح واضح على انه بس يفهمك شنو معنى الهستوغرام، شنو معنى الهستوغرام. زين، خلينا نقرا الشرح مالته على كيف. A histogram is an accurate represented of the distribution of numerical data. إذا هو شو يعطيني؟ يعطيني وصف دقيق لتوزيع الداتا الرقمية. يعطيني وصف دقيق لتوزيع الداتا الرقمية. It's an estimate of probability distribution of continuous variable, quantitative variable. إذا هو ايش حيوضح لي؟ يوضح لي إمكانية توزيع هاي الأرقام أو هاي الداتا اللي موجودة بالصورة. A histogram is a graphic showing the number of pixels in an image at each different intensity values found in the image. إذا ينطيك الرقم البكسلات اللي مكررة بكل صورة.
يعني البكسل الأسود مكرر 4 مرات، البكسل الرصاصي مكرر 7 مرات. الشكل اللي يتمثل به الهستوغرام اللي هو شنو هو؟ It's a bar chart، يتمثل بشكل شنو؟ بشكل bar chart of the count of pixel of every tone of the gray that occur in the image. توضح لي بشكل شنو؟ توضح لي بشكل bar chart. راح نشوفها بعدين شنو شلون يعني البار chart. يقول لك لو احنا من نحكي على صورة، بالنسبة من ده نحكي على صورة 8 بالتجري سكيل ايمج، يعني ايش قد؟ يعني 256 different possible intensities، يعني بيها 256 ليفل. زين، فالهستوغرام راح يراويني شنو هو، يراويني الهستوغرام والجرافيكلي ديسبلاي 256 نمبر شون ان ديستريبيوتد اوف ذا بيكسل امونج ذا جراي سكيل فاليو. اذا راح يعطيني شنو الهستوغرام، راح يعطيني 256 رقم كم مره متكرر، يعني رقم ال 175 هذا، رقم ال 175 يعطيني فد لون، ايش قد متكرر هذا اللون؟ متكرر مرتين مثلا، يقول لي انه هذا متكرر مرتين. 65 كم مرة يشوفها متكرر بالصورة؟ 1 2 3 4 5 6، متكرر 6 مرات، إذا يقول هاي 6 مرات. 0 كم مرة متكرر بالصورة؟ متكرر 4 مرات، فيقول احسبها 1 2 3 4، اي والله الصفر متكرر 4 مرات. إذا هذا ايش ده ينطيني؟ ده ينطيني النمبر اوف بيكسل، عدد البكسلات. هذا الاكس اكسس ده ينطيني الليفل اللي هي من 0 ل 255، والواي اكسس ده ينطيني النمبر اوف البكسل، عدد البكسلات اللي متكررة. واضح؟ فهمتوها؟ زين. The gray level histogram is showing the gray level of each pixel in the image. ده يعيد لك نفس الفكرة، ده يعيد لك نفس الكلام بغير فكرة. زين، يقول لك يعني هو شو ينطيني؟ ينطيني كل ليفل كم مرة متكرر؟ يعني كل رقم، خلينا نحكي على المصفوفة، كنا بالمختبر نشتغل على مصفوفة، كنا نكتب أمريد للصورة ونقرأ هاي المصفوفة، هاي المصفوفة اللي كنا نقرأها، زين نشوف هاي المصفوفة اللي كنا نقرأها، نشوف مثلا بيها أرقام، رقم مثلا 204 كم مرة متكرر؟ متكرر مثلا 20 مرة، يكتب لي 20. رقم 250 كم مرة متكرر؟ مثلا متكرر 3 مرات، يكتب لي 3 مرات. احنا هنا أنا اول شيء نحلها بايدنا، حنحلها بايدنا، حنشتغل بايدنا ونحل نطلع الهيستوغرام مع الصوره. زين، بالماتلاب، بالماتلاب ما تقعد تشتغل بايدك لانه اصلا في التول حتى تساعدك، بس تكتب ام هيست يعني ايمج هيستوغرام، طبقها ان شاء الله، تكتب ايمج هيستوغرام، راسا هو ينطيك الليفل وينطيك النمبر اوف بيكسل، يعني راسا ينطيك رقم هالقد متكرر هالقد بالصوره، رقم هالقد متكرر هالقد بالصوره، راسا هو ينطيك اياها، ويعطيك اياها بشكل شنو؟ بشكل بار تشارت اللي هو هسه راح نشوفه احنا. زين. The histogram of an image record the frequency distributed of the gray level in the image. الهستوغرام يسجل لي الفريكونسي، تردد، ترى التردد هنا أنا مو يقصد به فريكونسي تردد واحد على الان، لا ما يقصد به التردد، شو يقصد به؟ يقصد به عدد التكرار، لأن هو الفريكوانسي معناها التردد معناها التكرار، فيقصد به من يقول لك record the frequency distribution of the gray level in the image، يعني معناها تكرار ال gray level، تكرار ال gray levels، تكرار تدرجات اللون الرصاصي اللي موجودة وين؟ الموجودة بالصورة. إذا مبدئيا، مبدئيا الهستوغرام كله يطبق على صورة 8 بت اللي هي جراي سكيل ايمج، مبدئيا يطبق على صوره 8 بت جراي سكيل ايمج. The histogram of any 8 بت ايمج can be، خليني أشرها. The histogram of any 8 بت ايمج can be thought of as table with 256 entries or bins indexed from من الصفر لل 255. يعطيك التدرجات من الصفر لل 255. الصفر ينطيك ان بن 0 و ريكورد ذا نمبر اوف ذا تايم ا جراي ليفل اوف 0 اكيورز. بالصفر يعطيك ايش كم مره مكرر، ايش قد متكرر بالصفر.
ان بن واحد وي ريكورد نمبر اوف تايمز جراي ليفل واحد اوكيورز اند سو اون لل255. يعني نعطيك الصفر ايش كم مره مكرر، الواحد ايش كم مره مكرر، الاثنين بالمصفوفه، يعني انت مو شايف مصفوفه، هاي المصفوفه ايش كم مره مكرر بيها، الصفر الواحد الاثنين الثلاثه الاربعه الى 255، كل رقم من هاي الارقام ايش كم مره مكرر بالمصفوفه، لان تعرف حتى تتعامل وياها. احنا كنا نكتبها بالمختبر، كنا نكتب الامريد كنا نشوفها مصفوفه، فهو شو يعطيك؟ يعطيك الليفلز، كل رقم ايش قد متكرر بالصوره. هو هذا من هو؟ هذا الهيستوغرام. زين، فمن من اقول لك فريندز فريكوانسي ديستريبيوشن، ما اقصد بها تردد الصوره، ما اقصد بها تردد واحد على ناشئ، شو اسوي بالتردد انا بالفريكوانسي اللي هو التردد، لا اني اقصد بيه شنو اللي هو الهرتزيه، هاي مو اني، هاي مو بالصوره. هو شو يقصد به؟ يقصد به تكرار الليفلز بالفريكوانسي، يقصد بها كلمه تكرار، تكرار الليفلز الموجوده بالصوره. زين، هاي الالجورثم تتركوها لين نطبقها بالمختبر ان شاء الله. زين، القانون، القانون الهيستوغرام هو شنو هو؟ H of ال RK يساوي لي NK. ال RK اللي هي ال KTH اللي هي intensity level، هاي يقصد بها intensity level. ال NK يقصد بها النمبر، عدد البكسلات اللي مكررة. زين، وال البكسلات in the image whose intensity of ال RK اللي هي يعني هاي ال NK معناها عدد تكرار ال RK. ال NK معناها عدد تكرار ال RK. ال H معناها هيستوغرام، ال H معناها هيستوغرام، ال RK معناها الانتنسيتيز، ال NK معناها النمبر، هي N معناها النمبر عدد تكرار، ال NK هي عدد تكرار ال RK، ال NK هي عدد تكرار ال RK، كم مرة مكرر ال RK؟ يعني رقم 5 كم مرة مكرر؟ 6، هيك شيء. زين، هسه خلينا نشوف هذا الرسم اللي هو حيوضح لك بعد اكثر شنو معنى الهيستوغرام. طبعا هنا هذا الرسم، هذا شكل بار، هذا بار، هذا بار، هذا بار، هذا الرسم يسميه بار تشارت، هذا يسميه بار تشارت، بار. زين، يعطيك هو شلون يعطيك؟ يعطيك مصفوفه، يعطيك مصفوفه، هاي المصفوفه مكونه من ارقام، اكيد هي هاي جزء سب ايمج، يسموها شو يسموها؟ يسموها سب ايمج، معناها جزء من صوره، معناها جزء من صوره. اخذ جزء من صوره اللي هي على شكل مصفوفه، حط ارقام افتراضيه بس حتى يفهمك الفكره كل الزين. ايش قال لك؟ قال لك هاي الارقام اريد الهيستوغرام مالتها، هاي سب ايمج، هذه جزء من صوره تحمل هاي الارقام، اريد ترسم لي الهيستوغرام مالتها. من يقول لك اريد الهيستوغرام مالتها، راسا انت تفكر بهذا الرسم، راسا انت تفكر بهذا الرسم، لان يعني هو بالشرح اللي فوق ايش قايل لك؟ قايل لك الرسم مال الهيستوغرام يكون بشكل بار تشارت. زين، هسه تجي شو تسوي؟ اول خطوه تشوف الارقام الموجوده هنا، شوف الارقام الموجوده هنا باديه بالصفر. اول شيء ترتب، لازم تترتب الارقام تصاعديا، يعني تبدي باصغر واحد الى اكبر واحد. طبعا انا من راح ينطوك هو راح يعطيك بالسؤال، ما راح اعطيك بالسؤال اقول لك اجيب لك ارقام هواي بحيث ما تقدر تستخرج اصغر رقم واكبر رقم مثل المصفوفه الموجوده عندنا بالمختبر مال ماتلاب. لا، حنعطيك سب ايمج هيك بزايد 5 في 5. زين، فايش حتشوف؟ حتشوف رقم الصفر ايش كم مره مكرر؟ مكرر مرتين. اول شيء شوف الارقام هي شنو هي وترتبها تصاعديا. الارقام من شافها ورتبها تصاعديا، شافها صفر، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسة، ستة، شاف الأرقام ورتبها تصاعديا. زين، بعدين سوى، بعدين شاف كل رقم ايش قد متكرر، يعني الصفر ايش قد متكرر مرتين، كتب مرتين، الواحد ايش قد متكرر 5 مرات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 5 مرات، الاثنين ايش قد متكرر، واحد، اثنين، ثلاثة، 3 مرات، الثلاثة ايش قد متكررة؟ الثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 4 مرات، وهكذا كل الأرقام إلى أن وصل للستة. الستة ايش قد متكررة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 4 مرات. هذا سماه، هذا سماه البكسل فاليو، وهذا سماه الكاونت. أجا جمعهن الهذني، جمعهن الهذني، قال خل أجمعهن. ايش قد طلعت؟
طلعت 25. جمع هاي الأرقام ماكو ما تكرار، ايش قد طلعت عنده؟ طلعت عنده 25. 5 في 5 هاي ايش قد هاي؟ 1 2 3 4 5، 5 أسطر. أعمدة، العفو هاي أعمدة، الأسطر ايش قد؟ 1 2 3 4 5، 5 في 5 ايش قد؟ 25. إذا هاي الأرقام المصفوفة كلها ايش قد؟ 25. ايش قد أنا من جمعت هذاني التكرار مالتهم ايش قد طلع عندي؟ أم طلع عندي 25، بما أنه هاي 25 وهاي 25، إذا اللي هنا حلي صحيح. إذا أنا جاردة كل الأرقام اللي موجودة بالمنو، كل الأرقام الموجودة بالمصفوفة. هسه أجي أرسم، أجي أرسم لأن هو يريد رسم، هو يريد بلوت هيستوغرام، يريد رسم. أجي أقول بالصفر، هاي بالصفر، هي إيش قد بالصفر؟ بالصفر 2. أجي أرسم صفر، أحط الصفر هيج هنا وأرسمها هالشكل، أقول هاي 2، هاي عدلة ترى، هاي بالصفر 2، بالواحد 5، بالواحد أجي أرسم بار كامل أقول عليها هاي بالواحد 5، بالاثنين، بالاثنين 3، أجي أقول هاي بالاثنين إيش قد؟ 3. زين، بالثلاثة 4، أجي أقول هاي بالثلاثة إيش قد؟ 4. بالأربعة، بالأربعة 5، أجي أقول هاي بالأربعة إيش قد؟ أرسمها هالشكل أقول 5، بحيث تصير وحدة بصف الأخرى، لأن أنا ماخذة أرقام وحدة بصف الأخرى، بحيث وحدة بصف الأخرى، فهي راسمها بهاي الشكل، بس هي لا بشكل بار، يعني هاي الخطوط اللي أنا منزلتها منزلها هي هاي خطوط بشكل بار، يعني هي مو هيك كاملة تصعد وتنزل وتصعد وتنزل وتصعد وتنزل، لا هي بشكل بار. ها واضحة؟ نعم تمام، واضحة. زين. هو هاي هي هاي اللي هنا انا اليوم انا انطيت للصباحي، هل استعد التسجيل؟